مرحبا تلاميذي الاعزاء، شلونكم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بخير وعطله سعيده يا ربي. ها ارنوب، مرحبا يا ارنوب. هسه خلينا نبلش الدرس وبعدين نتعرف عليكم. اني ها ارنوب اريد اسلم عليهم. اي خلي اكمل وبعدين اعرفكم. يلا ارنوب. يلا شفتوا طلابنا الاعزاء، شوفوا اصدقائنا الارنوبات شلون بلشوا. شلون يلا نقعد كل واحد بمكانه. هسه راح اعرفكم على الشخصيات. يلا طلابنا الاعزاء، طبعا اليوم عندنا شخصيات واصدقائنا كلش حلوين. ارنب ارنوبه. هسه ارنوبه وارنوبه. اي ارنوبه الحلوه. شلونكم؟ زينين؟ زينين احلى من. شو اخباركم؟ شلون العطله؟ ان شاء الله بخير. أني هماتين كوما، مشتاقة لكم كوما. يلا هسه نقعد نبلش درسنا؟ نبلش؟ يلا خلينا نقعد. يلا نسرح بسرعة. يلا عافية، أريد أشوف من الأعقل واحد راح يقعد بسرعة. يلا أحسنتم. تلاميذنا الأعزاء، اليوم عندنا موضوع جديد راح ندرسه، هو موضوع أولاد. اليوم راح نتعرف على حروف الصديقين. عندنا حرف ال وحرف الا، طبعا اصدقاء مثل ما ارنوب وارنوبه اصدقاء. الاصدقاء ال حرف ال وحرف الا اليوم راح يجتمعون بمقطع واحد. ارنوب ال حرف ال اذا صار ويا ارنوبه اش راح يصير؟ يا مقطع. احسنتم. الحرف ال وحرف الا راح يكون لنا مقطع لا. احسنتم. اليوم بعد ما تعرفنا على مقطع لا متكون من حرف ال وحرف الا، نبلش وياكم الدرس. عندنا بداية راح نقرا نشوف الدرس، نباوع على الكتاب. طلعوا لي اياها طلابي الاعزاء، صفحة 65 وياي حتى نتبع القراءة. انتبهوا علي يا ارنوب وارنوبه، انتبهوا لانه راح اقرا الدرس وراح اسالكم. بس انا عاقل. انتبه علي. اي ماما. يلا شوف ياهو الاعقل. احسنتم. يلا ماما ننتبه. بي لا لون و ط لا لون و د لا لو اولاد. من الشاطر بيكم يقول لي شنو معنى اولادون؟ شنو معنى اولادون؟ يلا يا ارنوبه نرفع ايدنا. ما يصير هيك ماما، ما يصير. رفعت ايدي يا ارنوبه. يلا يا ارنوبه شنو معنى اولادون؟ اولاد. احسنتي ارنوبه، احسنتي. ها ارنوب مز يعني بنات. احسنتم. معنى كلمة أولاد هي مجموعة من بنات وأولاد، يعني مذكر ومؤنث. نرجع نقرأ لكم من الدرس. الأب ينادي يا أولادي. منو يقول لي مقطع يا هل ويا الكلمة لو مقطع يا وحدة؟ يلا يا أرنوب. لحظة أرنوبة، لحظة نسأل الأرنوب. يا ويا الكلمة لو مقطع واحدة. أحسنت. مقطع يا واحدة. عندنا كلمة أولادي كلمة كاملة. يا أولادي لدينا أقلام. الأقلام لمن يقرأ؟ قرأ الأولاد. نبني الوطن. نبني البلاد. منو بيكم؟ بس يعني شنو كلمة نبني؟ نبني شنو كلمة نبني؟ إذا أي ما تعرفون كلمة نبني؟ يلا نتعرف على كلمة نبني. إذا أنتوا تريدون تسكنون ببيت، من تخططون وتريدون تبنون بيت، من تروحون بعد ما تخططون وتجوا تسوون لكم بيت، إيش راح تسوون؟ أول شيء؟ إيش راح نسوي أرنوبة؟ نخطط
البيت اروح للمهندس يخطب النبيت وبعد احسنتم احسنتم البناء من طابوق وهاي ونكمل البيت نبني البيت احسنتم احسنتم زين سؤال سؤال هنا من يقولوا لي نبني البلاد نبني بالطابوق لو شنو ما اعرف يعني شنو شنو معنى يعني جيب طابوق نبني لا ماما معنى كلمة نبني البلاد بمعنى كل شخص إلى مسؤوليته تجاه الوطن مثلا المعلم تجاه طلابه المهندس تجاه الوطن كيف يهندس البناء ويبني الطبيب كذلك فهكذا نبني البلاد بتفوقنا ونجاحنا أحسنتم أحسنتم يلا ننتبه هسه راح أقرأ الدرس مرة ثانية تنتبهون عليه لأنه راح لا بدون ما ترددون وراي انا راح اقرا وبعدين اخليكم ترددون وراي راح بالعقل بس عافيه يلا هدوء هدوء ماما نسكت يلا بلاد بلال بلال وطلال ودلال اولاد الاب ينادي يا اولادي لدينا اقلام الاقلام لمن يقرا قرأ الأولاد نبني الوطن نبني البلاد احنا من البداية ماما أرنوبة أرنوبة ايش قلنا احنا اليوم درسنا شنو متكون يا مقطع يا مقطع يا مقطع احسنتم اليوم درسنا هو مقطع لا متكون من حرف ل حاء و انا اقول متكون من حرف لوي لا ميس هذا الاي ايه اسنان احسنت احسنت ارنوبه يتك ال من دكتور يروح السن قام يوجعه احسنت زين منو يقول لي من نلعب بالنار يصير نلعب بالنار احنا لا لا زين يصير نطلع من البيت بدون ما نستاذن من بابا وماما لا ما يصير احسنتم زين ايش قلتوا قبل شويه يا لا مقطع لا لا شفتوا لا, لا مقطع لا هسه حكيتوها بمعنى انه متكون من يا حرف وحرف احسنتم اليوم عندنا هذا الدرس راح نقطع الكلمات عندنا كلمه بلال راح نجي ونقطع كلمه بلال نشوف من اي مقطع متكون كلمه بلال ارنوب وارنوبه راح اصفق خلال المقاطع وراح اشوف من المنتبه كلش زين علي على مود اعرف منو اللي راح يقول لي عدد المقاطع صحيح يلا بي لا لون كم مقطع كم مقطع يلا ارنوبه ثلاثه احسنتي ارنوب كم مقطع لا يا ارنوب ليش ما منتبه راح اعيد لك اياها بي لا لون بي لا لون احسنت احسنت يا ارنوب نجي نكتبها نكتب مقطع بي او مقطع ها ارنوبة ها هاي انت شنو بدك تكتبين راح نقطع الكلمه مال بلال يعني نقطعها يعني راح نجزئها على شكل مقاطع بي لا لون لحد ما تصير كلمة كاملة يعني حروف أحسنتي يا حروف مع الحركة عرفت يا أرنوب يا صديقي بي لا لون أنا شطور بي لا لون زين يا شاطر من عندكم يقول لي أنا راح أقطعه وتقولوا لي بي لا لون شو حتصير؟ شو حتصير؟ شو حتصير؟ بي لا لون أحسنتي يا أرنوبة بي لا لون أرنوب كلمة طلال راح اقطع لك اياها وقول لي ايش كم مقطع تتقطع كلمة بلال طلال طلال طي طي اي لا اي ها ها ارنوبة ها اي لا خلي ناخذ الدور للارنوب اي ارنوب يلا نقعد عدل ارنوبة بي اي بلال مو بلال انا قلت لك كلمة طلال اتجاهل يلا تحجالي يا ارنوب طيب ايه
ايه احسن طلال بعد وين وين تنوين الضاد احسنت احسن نكتب يلا ننتبه ننتبه نكتب ط لا لون زين يصير الفظ التنوين الضام طلالين يصير ارنوبه يصير لو لا يخلي فتشي فوق الكلمه احسنتم تنوين الضم هو يلفظ ان اما تنوين الكسر يلفظ ان اما تنوين الفتح فيلفظ ان نرجع لدرسنا بعد ما قطعنا كلمه بي لا لون صارت عندنا ثلاث مقاطع ط لا لون صار عندنا ثلاثه مقاطع نجي نقطع كلمه دلالون متكونه من د لا لو د لا لو راح اصفق على شكل مقاطع وتروح تقولوا لي يا ارنب وارنوبه قطعوا لي اياها وشوفوا لي اياها انا ايش كم مقطع راح اسوي د لا لو ايش كم مقطع ارنوبه عيديها شويه عيديها راح اعيدها د لا لو أحسنت يا أرنوبة عدنا كلمة دلال متكونة من ثلاثة مقاطع د لا لو أما عدنا كلمة أولاد راح نشوف كم مقطع متكون تقدرون أنتوا تحرزولي كم مقطع يا حرف هذا حرف مساحتها يا أرنوب مساحتها ليش هيك أرنوب ليش أرنوب أنت ما تعرف هذا الحرف هذا احسنت يا ارنوب احسنت يلا هدوم نقعد عدل نقعد عدل ارنب ارنوبه راح نقطع كلمه اولادون متكونه كلمه اولادون اريد اكون ماما خليك كمل الدرس كمل الدرس ليش تشوكه يلا نقعد صحيح يا ارنوبه صحيح يلا ارنوب يلا ارنوب نقعدوا يلا خلينا نكمل الدرس كلمة أولادون متقطعة تكون من ثلاثة مقاطع أو لا أو لا دون كم مقطع متكونة كلمة أولادون متكونة من ثلاثة مقاطع أو لا دون أي أرنوب يلا ناخذ فاصل ونرجع لكم نكمل الدرس ان شاء الله يلا باي باي هاي شنو ارنب ارنوبه ارنب ارنوبه يلا كل واحد يقعد بمكانه ليش هالفوضى يلا ياهو الاسرع يقعد بمكانه يلا عقالنا حلوين احسنتم 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 يلا طلابنا الاعزاء نرجع نكمل المقاطع الدرس مع أولادهم وصلنا لكلمة البلادة راح نقطع كلمة البلادة أنا راح أسألكم راح أسوي المقاطع على شكل صفقة وأنتوا راح تحزروا لي كم مقطع عندي كلمة البلادة البلادة كم مقطع يلا يلا أرنوبة كم مقطع سنتي تقدرين تحكي لي اياها مره ثانيه لا د احسنتي يلا ارنوب يلا نصفق الليل يلا ارنوب ايش كم مقطع ها ارنوب ثلاث مقاطع لا ارنوب ليش ما منتبه علينا ليش ما منتبه علينا ارنوب راح اعيد لك اياها خلينا نعيد لها يا ارنوب يلا نعيد لها اياها نعيد اعيد لك اياها ال بي لا د كم مقطع ارنوب لا د كم مقطع احسنت اربع مقاطع كلمه البلاده اربع مقاطع وراح نجي نقطعها على السبوره عندنا ال بي لا د
صارت عندنا 4 مقاطع. نيجي وياكم نقرأ الكلمات على شكل مقاطع بشكل سريع. عندنا بي لا لون، بي لا لون، ط لا لون، ط لا لون، د لا لو، د لا لو، أو لا دون، أو لا دون، ال بي لا د، ال بي لا د. يلا أرنب وأرنوبة راح أقرأ الدرس وأريدكم ترددون ورايا. جاهزين؟ يلا أحسنتم أحسنتم. يلا بلال ودل و بلال وطلال ودلال، بلال وطلال ودلال، أولاد أولاد، الأب ينادي الأب ينادي. ها أرنوب يعني بابا. أحسنت، معناها بابا. بابا أحسنت. ها رجعنا رجعنا، يلا نقعد هدوء هدوء نكمل الدرس. يلا الأب ينادي، الأب ينادي، يا أولادي يا أولادي. مقطع الياء ويا كلمة أولادي لوحدها. يلا أرنوب. لا مش وحدها. أحسنت، مقطع يا مقطع وحدة. عندنا كلمة أولادي. يلا تهجال ياها. شو تصير؟ أحسنت أرنوب، مقطع يا وحد عن كلمة أولادي. يا أولادي لدينا أقلام، لدينا أقلام. أحسنتم، الأقلام لمن يقرأ، الأقلام لمن يقرأ، قرأ الأولاد، قرأ الأولاد، نبني الوطن، نبني الوطن، نبني البلاد. أرنوبة تقرأ. يلا 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 نرجع. نبني البلاد، نبني البلاد. أحسنتم طلابنا الأعزاء، عندنا الأرنوب و... يلا وهي طلابنا. يلا لحظة لحظة لحظة، خلينا نعطي إذن للأرنوبة. يلا أرنوبة احكي لنا. أحسنتم طلابنا الأعزاء، عندكم واجب تحضير يومي، أريد من عندكم تكتبوا لي بالدفتر مقطع لا بحلقة اللي تجي، اللي راح يكتب درسه وهذا اللي مطلوب من عنده بشكل صحيح راح نذكره بالحلقة اللي تجي، وراح يكون هو اسمه بداية الحلقة. أو يلا نقولهم باي باي. باي باي.